كل الدلائل أكدت على أن سوريا بريئة، لأن سوريا في هذا الوقت والجيش العربي السوري في هذا الوقت كان يحقق انتصارات كبيرة في حمص وفي حلب وفي غيرها، فكيف يضرب بالكيماوي وهو انتصر على هذه القوة الإسلامية؟ لكنها كانت الخطة والمخطط، أرادوا الهروب إلى الأمام بعد أن فشلوا في كسر شوكة الثورة المصرية، وبعد أن رفض الفريق السيسي الاستجابة لكل محاولات أوباما للإبقاء على الخائن مرسي في مكانه. كان طبيعيا ومصر قد عرقلت مخطط الشرق الأوسط الجديد أن يهرب أوباما إلى الأمام بالتهديد بضرب سوريا، لأنه كان في عدوانه على سوريا يريد أن يقدم إنذارا للجميع ومن بينها مصر. ولكن القوى الدولية والإقليمية والروح العروبية وروح المقاومة في سوريا العربية جعلت أوباما يطلب من ميركل واستشارة ألمانيا أن تصدر مجموعة من التوصيات وتبلغ بها روسيا لتقدم في شكل مبادرة تقول أن روسيا مستعدة أن تتدخل لنزع السلاح الكيماوي من سوريا ووضعه تحت لجان تفتيش دولية. كان ذلك هو طوق النجاة لأوباما، ورأينا السيناريو كيف يتم إخراجه. ولكن لو كانت سوريا ضعيفة ولو تخلى عنها الحلفاء لضربها أوباما على الفور، لكن أوباما كان يعلم أن هناك أهدافا استراتيجية في إسرائيل وفي تركيا وفي العديد من المناطق الأخرى كانت سوف تستهدف، وأن البوارج الأمريكية كانت تحت مرمى الصواريخ السورية، وأن سوريا تمتلك منظومة من الصواريخ كانت ستشعل المنطقة بأسرها، وأن إيران هددت وروسيا هددت وأرسلت بوارج حربية، كان المشهد يؤذن بحرب إقليمية أو حرب عالمية ثالثة. ولذلك سعى أوباما المورط داخليا والمتأزم داخليا إلى أن يطلب من الكونجرس الأمريكي تأجيل التصويت، لأنه فوجئ أيضا برفض الكونجرس في أغلبيته لحرب على سوريا، لأنها حرب غير مبررة لا تستند إلى قانون دولي، لا تستند إلى شرعية دولية، تدخل الأمريكان مرة أخرى في الأزمة الحقيقية وتعيد تكرار سيناريو العراق. سعادة الشعب السوري عند استقباله للمصريين خصوصا في داخل الدولة السورية. وأنا تشرفت لأني زرت سوريا أكثر من 10 مرات، وفي كل مرة أجد الفرحة مستمرة في عيون السوريين من استقبال أي شخص مصري، لأن هم بيحبوا وبيعشقوا المصريين وغيرهم من الشعوب العربية، لكن سوريا بصفة خاصة والشعب السوري بصفة خاصة. ولو اتكلمنا عن العلاقات السورية المصرية التي تستدعي ضرورة أن الشعب المصري يقف جنب الشعب السوري، فهنجد الكثير. يكفي ان احنا بنتكلم في علم السياسة والاستراتيجية عن الكماشة، نظرية الكماشة حول اسرائيل. لو تم اسقاط لا قدر الله، ومش هيحصل، الجبهة الشمالية للوطن العربي وهي سوريا، قلعة النضال وقلعة المقاومة وشريكة حرب 6 اكتوبر والانتصار الكبير في 6 اكتوبر ويجب ان لا ننسى، فستسقط مصر، لان الجبهه الشماليه هي جبهه رضعيه بالنسبه لمصر. لا يمكن اسرائيل تفكر في اي حرب على جبهتين في وقت واحد، ده من اسس الاستراتيجيه الصهيونيه في المنطقه. وبالتالي ازاله الجبهه الشماليه
زي ما أزال الجبهة الشرقية في العراق بمؤامرة خسيسة صهيونية أمريكية في 2003 على خلفية إن هناك أيضاً أسلحة كيماوية وأسلحة استراتيجية وأسلحة نووية وشارك فيها ناس كتيرة في التضليل الإعلامي والتدليس الإعلامي آنذاك، وأظهروا صدام حسين على إنه راجل الرعب وراجل الإرهاب ورجل الدموي ورجل الأسلحة الزرقاء، طلع كل ده كذب. وأيضاً كل اللي بيتقال عن إن الدولة السورية والنظام السوري استخدم الكيماوي ضد شعبه. عارفين إحنا المؤامرات. ويقين ان هو لا يستخدمه، واذا استخدمه لازم يستخدمه ضد اسرائيل مش ضد شعب ولده. هو في موقف متقدم استراتيجيا، هو مسيطر على الارض السوريه كامله. فتحليلنا لابد ان ينطلق من هذه الزاويه. اتكشف لدى الشعب المصري بعد ازاحه الرئيس غير الشرعي مرسي وجماعته الاخوانيه غير الشرعيه. الأول هتكلم عن سوريا في إطار مخطط الشرق الأوسط الكبير، وبعدين هتكلم عن الوضع الحالي في سوريا، من المطابقات الرئيسية إلى الأرض، ثم هنتقل إلى موضوع استخدام الأسلحة الكيماوية والتوقعات بمستقبل القضية الكيماوية بالذات أو الموضوع ده، ثم هتكلم عن بروز تنظيم داعش اللي هو دولة العراق والشام، ودي أحد تنظيمات القاعدة ودورها في سوريا في إثارة الإرهاب ذات في شمال سوريا، ودور جبهة النصرة تبع الإخوان المسلمين، ثم في الآخر رؤية مستقبلية لما سيكون إليه الحال. لما نيجي نتحدث عن سوريا لابد أن نوصفها في إطار المشهد العام الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط، لأنها جزء مهم من منطقة الشرق الأوسط اللي بتراهن عليه القوى العظمى. ولما أقول بتراهن عليه القوى العظمى، الكلام ده بيتأكد من الدور اللي لعبوه أمريكا وروسيا في المرحلة في الفترة الأخيرة حول حل المشكلة الكيماوية. ده بيتأكد الدور المحوري لسوريا في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى دولة دويلة الأكراد، ودي دولة الأكراد الكبرى اللي بتاخد جزء من أكراد العراق، تاخد أكراد العراق مع أكراد تركيا مع أكراد سوريا مع أكراد إيران، وتقوم دولة الأكراد في المخطط الشرق الأوسط الكبير. لبنان طبعا كلنا عارفين قسم الى ست، او مقسم فعلا الى ست كنتونات: كنتون سني، كنتون ماروني، بيروت الدوليه، دويله علويه، كنتون فلسطيني، كنتون لبناني، كنتون درزي، ومنطقه تحت سيطره اسرائيل. وفات اتكلم ان سينا في المخطط بتاع مصر بعد ما حيدوا 750 كيلومتر الى مربع الى غزه، بقيت سينا تحتلها اسرائيل هي ومدن القناه الثلاثه، بحيث تستطيع اسرائيل انها تسيطر على قناه السويس وتديرها لحسابها. هذا هو مخطط الشرق الاوسط الكبير. ولو دخلنا الى منطقه وسط اسيا، هنبص نلاقي ايران وباكستان داخله في هذا التقسيم، بحيث يبقى في دويله اسمها بختونستان ودويله بلوشستان، تقسيم عرقي، ودويله افغانستان ودويله كشمير ودويله كردستان واذربيجان وتركمانستان وعربستان. صواريخ ارض ارض، ده في الملحق رقم 5 من التقرير بتاعها. ولكن
لا أحد يستطيع أن يجزم من أين أطلقت هذه الصواريخ، ولم تحدد الجهة التابعة أو المسؤولة عن إطلاق هذه الصواريخ. اللي عايز أقوله إن من المستفيد من هذه الفوضى اللي بتعم إسرائيل؟ بقول لحضراتكم لو دخلت إسرائيل وكل مقاتلاتها وقاذفاتها ودباباتها ومدفعياتها ومشاتها ما كانت لتحدث هذا الحجم من الخسائر، ما كانت لتحدث 120 ألف قتيل وتسبب في التهجير حوالي 2 مليون سوري، وما كانت لتقدر لتحدث هذا التدمير الكامل في معظم المدن السورية. ولكن للأسف ده نجاح الفوضى الخلاقة اللي هي بإيد المصريين تتدمر مصر، بإيد السوريين تتدمر سوريا، بإيد العراقيين تتدمر العراق، بإيد السودانيين تنقسم السودان، بإيدنا إحنا للأسف الشديد ونحن في غيبوبة لا نعلم ماذا يربنا وما يستهدف لنا. بنقل إلى نقطة تانية مهمة جدا وهي خطورة التنظيمات المتشددة أو الإسلامية المتشددة الموجودة، وأخطرها طبعا تنظيم داعش. داعش ده دولة العراق والشام. هذا التنظيم في فجأة كده معظمه ليس من السوريين ولكن عرب وششان ومن دول عربية وآسيوية، حتى ما كانوش اللغة العربية. معظم خرج في الاقتحام سجن أبو غريب اللي في سوريا اللي في العراق، وذهبوا إلى الشام، ذهبوا إلى سوريا ودخلوا في منطقة الشمال في حلب واستولوا على مناطق في أعزاز، قرية أعزاز بالذات، ثم حاولوا الاستيلاء على شمال ريف حلب وتحالفوا مع جبهة النصرة اللي هي اللي تعبر عن الإخوان، صاروا على المنطقة اللي هي المعبر ما بين سوريا وما بين تركيا، وبدأوا يمارسوا سياسة التشتت بتاعة الجماعات بتاعة القاعدة، سواء في إرهاق السكان بمبادئ أو ممارسات اجتماعية متشددة بالنسبة لحركة السيدات، بالنسبة لمعتقدات الناس، الأماكن اللي بيروحوا فيها إلى آخره، كما شفنا في الفلوجة على يد أبو مصعب الزرقاوي. النهاردة في صراع ما بين الجيش الحر بعضه، في صراع ما بين الجيش الحر وفصيلة داعش، في صراع أيضاً ما بين داعش والنصر. هذا الصراع قد يمتد فترة، ولكن عايز أقول حاجة في آخر كلامي فيما يتعلق بالحرب أو الضربة بتاعي أو كانت متوقعة لن تقع هذه الضربة. النهاردة علشان تفكيك أسلحة السورية، أسلحة كيماوية السورية، يجب أن نضع في اعتبارنا أن أمريكا احتاجت 28 سنة و23 مليار دولار عشان تفكك الأسلحة الكيماوية بتاعتها. فالتقديرات بتاعة معهد الدولة للدراسات الاستراتيجية بيقول إن عشان نفكك الترسانة بتاع الكيماوية بتاعة سوريا، وأنا عايز أقول إن الترسانة الكيماوية دي كان لها غرض رئيسي وهو الردع المضاد للترسانة النووية الإسرائيلية. فالمكسب اللي حققته إسرائيل من هذه الاتفاقية الجديدة وهو سحب الأسلحة الكيماوية أو تفكيك الأسلحة الكيماوية السورية بيصب في مصلحة إسرائيل، لأن كده انتفى سلاح الردع أو اتلغى سلاح الردع المضاد اللي كان في إيد سوريا، بجانب طبعا تقسيم الجيش السوري كما نعلم. هذا انقسام الجيش السوري. إذا أمريكا وروسيا سيظلوا في حاجة إلى بشار الأسد علشان ينفذ التعهد بتاعه لمدة أكثر من سنة قادمة لغاية آخر 2014، لأن مين حينفذ هذا الاتفاق لتفكيك هذه الترسانة؟ الترسانة دي عشان تتفكك يا سادة عايزة حوالي سنة، لأن عشان تفكك الأسلحة الكيماوية هي في حوالي 1200 طن موجودين في كونتينرز مقصوف
وصاروخ رأس صاروخ معبأ بجوز ثنائية، لابد انك تفك هذه الرؤوس النووية وتبطل فاعلية او تدمر الأسلحة الكيماوية بانك تحرقها في مصانع تحت درجة حرارة 800 درجة مئوية. وبعدين الأدخنة اللي طبعا من هذا الاحتراق بتسبب تسمم، وده مشكلة أخرى في البيئة. عشان كده مفيش أي دولة عايزة تسمح، بما فيها روسيا، تسمح بتنفيذ هذه العملية على أرضها. الوسيلة الثانية وهي إن الأسلحة الكيماوية، المواد الكيماوية دي بيتم خلطها بالجير الحي وإطفائها، ثم بينتج عن ذلك أيضا بعد كده نفايات نفوات كيماوية سامة، برضو المشكلة هتدفنها فيها. فهي دي القضية اللي بيواجهوها النهاردة، وهي كيفية التخلص من هذه الأسلحة. زمنيا ليس أقل من سنة، تكلفتها حوالي مليار ونص دولار بالنسبة لأسلحة سوريا. ثم أين تدفن النفايات، ومن المسؤول عن تنفيذ هذه العملية؟ وشكرا. أنا آسف إن أنا أطلت على حضرتك.